يلا نبتدي بقى الجزء بتاع الريسيرش ونشوف هنطبق ده ازاي بالظبط على الشغل بتاعنا. انا المفروض حطيت لك كل البوينت المفروض تشتغلها في الماركت ريسيرش بكل التفاصيل بتاعتها، والمفروض انك انت تشتغل عليها زي ما انا هطبق دلوقتي تطبق معايا، ولما تخلص المفروض ان انت تبعت لي اللي انت طبقته علشان المفروض ان احنا نراجع مع بعض. طيب انا حطيت لك المفروض في التريد كل بوينت فيها مكتوب التفصيله بتاعتها بتتكلم في ايه او الاوبجكت بتاعتها ايه، وكمان المفروض معاك الفيديو تقدر ان انت تراجع منه كل بوينت والاكزامبل اللي احنا بنقوله وتشتغل عليه. طيب تعالى كده يلا نبتدي. اقول لك اول حاجه المفروض نشتغل عليها الريسيرش اوبجكتيفز. الريسيرش اوبجكتيف، طب الاوبجكتس بتاعتنا المفروض اللي هنشتغل عليها لازم تراجعها كويس جدا وتكون فاهم انت بتشتغل على ايه. مش هينفع ان انت تشتغل كده من غير ما انت تكون فاهم انت حاطط اوبجكتيف ايه. ليه نحط اوبجكتيف؟ اولا علشان تطلع بنتيجه من الشغل اللي انت بتعمله. مش هينفع ان انا اشتغل واعمل ورقه ماركت ريسيرش بعد ما اخلص الماركت ريسيرش خلاص انا عملت ماركت ريسيرش، طب وبعدين فين الاوبجكتيف اللي انت حققته وفين القرارات اللي خدتها فين التفاصيل بتاعتك؟ لازم تكون حاطط اوبجكتيف بالنسبه لك عشان بعد ما تخلص تقول والله دي الاوبجكتيف ودي القرارات اللي انا خدتها بناء على الماركت ريسيرش. طب تعالى كده نشوف، والله انا دلوقتي محتاج ادخل او محتاج اراجع الاوبجكتيف بتاعتي، هل انا هدخل السوق ده او اراجع الدخول للسوق بسبب ان انا عايز اشوف امكانيات السوق، يعني عايز اشوف دلوقتي السوق فيه كام وحده عقاريه، السوق دلوقتي فيه كام شركه عقارات، المفروض ان انا عندي فيه منافسه قد ايه، الوحدات اللي بتتاح حاليا فيها افيلابيليتي بتولز جديده او اوبشنز جديده ولا لا وما الى ذلك. يعني محتاج ان انت تفهم الماركت بوتنشال عامل ازاي، امكانيات السوق بشكل كامل عامل ازاي. بعد كده بتدور او في اوبجكتيف ان انت ممكن تشتغل عليها بشكل مختلف، الجزء بتاع التشغيل. انت هتقدر ان انت تشتغل على الاجزاء دي، هتقدر ان انت تشغل السوق ولا لا؟ يعني بمعنى صح، انا دلوقتي محتاج ادخل السوق بتاع العقارات وعايز ابتدي في المجال، او انا شغال في المجال بسكيل قليل وعايز اوسع الشغل بتاعي. طب هل توسعت الشغل انا هيكون عندي الامكانيات بتاعت التشغيل ده؟ بمعنى انا دلوقتي شغال في الريل استيت لكن شغال في اكتوبر، حلو. طب انا دلوقتي عايز ادخل العاصمه عشان زي ما قلنا يكون عندي فيرك كتير، عندي وحدات اكتر، عندي اي حاجه العميل محتاجها هتكون متاحه عندي. طيب علشان اشتغل على العاصمه محتاج يبقى معايا بادجت تسويقيه اكبر، محتاج يكون معايا ميديا باير شاطر، محتاج يكون معايا ديلز مع الشركات الديفلوبر، اكون فاهم طرق الدفع وطرق التشغيل وكل الامكانيات بتاعت العاصمه وكل التفاصيل بتاعت العاصمه الاداريه. طب هل انت دي كديفلوبمنت معاك انت تقدر ان انت تشتغل على ده؟ معاك الاجزاء دي تقدر ان انت تحقق فيها تفاصيل ولا لا؟ طب الجزء الثاني، انت دلوقتي امكانيات التسويق الماركتنج، انت هتقدر تشتغل ماركتنج في السوق ده؟ عندك في السوق ده حيتان في الماركتنج كبيره، في ناس تحط بادجت كبيره، هل انت معاك الامكانيات اللي تقدر تشتغل على الاجزاء دي ولا لا؟ كاوبجكتيف معاك ان انت تشتغل في الاجزاء دي ولا هتقدر تشتغل ماركتنج وهتعرف تسوق وهتعمل ماركتنج بان الكلام ده ولا لا؟ طيب عندنا ايه تاني؟ هل انت معاك الكتالوج بتاع البيع؟ يعني انت معاك الكتالوج بتاع البيع بتاع العاصمه، يعني انا عارف مثلا ان في العاصمه في بروجكتس مختلفه، والله في كذا بروجكت اقدر ان انا اخده واقدر اشتغل عليه. طب انت معاك الكتالوج ده؟ هل انت معاك الكتالوج بتاع المشاريع؟ قادر تفهم المشاريع اللي هناك كلها بتتكلم في ايه والتفاصيل اللي بيتكلموا فيها، وعارف ازاي ان انت تخش المشاريع دي وتقدر ان انت تشتغل عليها وتنفذ فيها بشكل كبير وتكون فاهمها وتقدر تشرحها للعملاء بتوعك ولا لا؟ تمام. ده الجزء بتاع الاوبجكتيف، وانت بتراجع الاوبجكتيف بتاعك تخلي نفسك وتخلي بالك من الجزء ده، تخلي بالك من الاوبجكتيف ده. طب انت دلوقتي معاك في الاوبجكتيف، والله انا محتاج اقيس او
افهم امكانيات السوق، افهم محتاج افهم امكانيات السوق علشان هدخل السوق ده جديد، او هدخل الماركت ده جديد، او هدخل الجزء ده جديد. طيب انت دلوقتي خلاص احنا اتكلمنا قبل كده عن الجزء بتاع الديموغرافيك، خلاص احنا فهمناه وعارفينه لما احنا اتكلمنا عنه في المره اللي فاتت. ما ينفعش تشتغل على الجزء الترمي، لازما تكون انت شغال عارف انت شغال ازاي، وبلانك والاناليسيس بتاعتك كامله، الاناليسيس بتاعتك كامله. اه والله انا فاهم الجزء بتاع الديموغرافيك بتاع السوق ده. طب انت فاهم دلوقتي الجزء بتاع العميل بيركز على ايه، الاد فاليو اللي هو محتاجها، والتفاصيل اللي العملاء بيحتاجوها في السوق. خلينا عارفين ان احنا هنا بندرس الماركت. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي المفروض عندي شغال على السن 45 ل 60 ورجاله وفي الفئه. طب هل هو ده اللي موجود في السوق؟ يعني هل السوق كله شغال بنفس الطريقه على نفس التارجت ده، ولا السوق فيه كاستمر مختلفين بكاتيجوري مختلفه بفئات مختلفه؟ لا اكيد في حاجات مختلفه، و اودينس مختلفين، و طبيعة شغل مختلف. فانت لازم وانت بتدرس تشوف والله ده في عملاء من 45 ل 60، طب انا في سن عملاء تانيين كويسين جدا 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 وبيشتغلوا على ان هم يشتروا فعلا من 30 لحد 45، دي فئة تانية انت ممكن تشتغل عليه. وانهم في رجالة وسيدات بحكم القرارات وادي سيدات. تمام. طيب خلاص انت كده خلاص فهمت الاجزاء دي وعرفت ان انت تطلع الديموغرافيك. طب التركيز على العملاء بيركز هنا مثلا على الرفاهيه. تمام، ادي الرفاهيه. تمام، هو بيركز على الجزء ده، وعملاء تانيين بيركزوا على الاستثمار. تمام خلاص انا فاهم ان في عملاء عندي في السوق. طبعا كل الكلام ده هتشتغله بالريسيرش، مش هينفع ان انت تجيب من دماغك او تجيب من طريقه التفكير. لا، انت عندنا مصادر للماركت ريسيرش مختلفه، ممكن تشتغل ترجع للمجلات، ترجع للاخبار، ترجع للسيرش، ترجع لناس شغاله في المجال قديمه من يعني ماكسيم مينيموم اقل حاجه يكون 3 سنين 4 سنين شغال في المجال عشان يقدر يديك المعلومات دي. طيب تعالى كده نكمل الجزء اللي بعد كده دلوقتي، الافريج بتاع الاستخدام. الكلام ده كله اشتغلناه قبل كده في تحديد الكلاينت، فانا عايز بقى اطابق الكلام اللي انا بشتغله ده والعملاء بتوعي على اللي موجود في السوق. والله انا عندي المفروض ان الكلاينت بيشتري من عندي مره واحده. تمام، طيب هل السوق، هل في السوق الناس بتشتري مره واحده، ولا ليهم تعددات وبيشتروا كذا مره؟ طيب اتجاه السوق ايه؟ اتجاه سوق العاصمه، تمام، والقاهره الجديده، ده الاتجاه بتاع السوق واللي السوق رايح عليه واللي بيدور عليه. عشان كده لازم تكون رايح في اتجاه السوق. طب دلوقتي بنتكلم بقى في الماركت، اصلا الماركت بتاعك الظروف بتاعته ايه؟ ظروف متطوره. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي المفروض السوق هنا، ظروف السوق متطوره ومتغيره بشكل كبير، متغيرة. تمام، ومتغيرة. طب لو انا عندي سوق مش في العقارات متطور ومتغير، لا احنا عندنا اوقات الاسواق بتكون فيها ركود. تمام، ركود اقتصادي، فالناس مش بتقدر تدفع، الناس مش بتقدر ان هي تشتري، فهل في تطور في السوق ولا لا؟ طب الكلاينت بتاعك الكومنتس في السوق بتاعه عامل ازاي؟ والله الكومنت هنا ان الاسعار غالية جدا. تمام، وفي ناس بتقول ان العاصمة تمام للأغنياء والكلام ده الكومنتس بتاعت العملاء. أحيانا ممكن العاصمة للأغنياء والكلام ده مش التارجت اودينس بتاعك بالظبط، بس ده الكومنتس بتاع الماركت نفسه، دي الكومنتس بتاعت الماركت نفسه. تمام، طيب بعد كده بقى تتخيل الكلاينت بتاعك عامل ازاي، الفايل بتاع العميل، وده اللي احنا اشتغلنا عليه في الجزء اللي فات. تمام، طيب تعالى كده نشوف ده الاجزاء اللي احنا اشتغلنا عليها. احنا فهمنا دلوقتي الكاستمر بروفايل عشان نفهم الكلاينت اللي في السوق عامل ازاي، وحطينا اوبجكتيف علشان نكمل عليه. كمل الجزء ده واشتغل عليه بشكل كويس جدا جدا، وكمل وهنكمل شرح بقيه الاجزاء الثانيه، بس فكر كويس جدا جدا في النقطه دي لانه محور مهم جدا.